مساء الخير لكل المشاهدين يلي عم ترافقوا معنا بهالسهرة. نحن وياكم بسهرة عمر مثل كل أسبوع مع نجوم يلي دائما بتحبون بتحبوا تعرفوا أخبارهم. دائما في هيك جوانب مش دائما بنحكى فيها هون بسهرة عمر منسلط الضوء عليها. النجم يلي نحن وياه رح نسهر الليلة من بدايته وانطلاقته كان عنده نجومية بحضوره بصوته وحتى بالمستقبل يلي رسم لإله. بالموسم السادس من ستار أكاديمي كان أحد النجوم يلي حققوا رواج كتير كبير إن كان بلبنان أو على صعيد الوطن العربي. كاريزما، حضور، جمال، والأهم من هيك صوت بحضور بتألق بصوت جبلي قادر يؤدي كل الألوان بإحساس كتير عالي. نجاحات ثالث سنة بعد سنة، خطوات مدروسة، سينجلز قدر يقدمهم وينجح فيهم، والنجاح يعني ما قدر يعطيه حدود لأنه دائما كان يطمح لأكثر. دائما العمل يلي بيعمله بيشبهه لحتى يقدم من إحساسه، لحتى يقدم من يلي هو مقتنع فيه. ولا مرة ساوم لا مع شركة إنتاج ولا مع أي طرف على حساب قناعاته وعلى حساب الفن المرتب يلي دائما عودنا عليه. الليلة نحن وياه منحكي معه وعنه بسهرة عن جد من العمر. نجمنا الليلة النجم ميشيل أزي. مساء الخير، شو أخبارك؟ تفضل. هلا وسهلا. يعني قبل ما نبلش اسمح لي اقول لك ميرسي لانك انسان بروفيسيونيل واحترمت انه نحن على الهواء هذا الاسبوع بالرغم من مرضك. صح. والتزمت بالتصوير لحتى تكون حلقتنا على الهواء. ميرسي لك. بس تسمع صوتي بتعرف انه صحيح منتهي. هيدي يعني قبل ما نبلش باي شيء ثاني. ميرسي لصدقك يلي دائما تعودنا عليه وعلى البروفيسيوناليزم تبعك. مساء الخير. مساء النور. شو اخبارك؟ انا منيح، مشتاق لك اول شيء حبيبي. وانا كمان مبسوط موجود اليوم على تلفزيون لبنان، تلفزيون الشعب، تلفزيون كل انسان مواطن لبناني فينا. ميشيل شكرا لانه خصيتنا باول اطلاله بلقاء وحوار طويل من بعد اطلاق ميوزك فيديو واغنيه والي السنجل يلي اخذ رواج كثير كبير ان كان بالفكره يلي اطلقته فيها على مواقع التواصل الاجتماعي او حتى كمان على الاونلاين ستورز يلي صارت هالقد رائجه مؤخرا. ميشيل اليوم بين النجوم الحاضرين، بين الاشخاص اللي كانوا مثلك بستار اكاديمي، طلعوا من برامج هواة حتى غير ستار اكاديمي، انت اليوم كيف بتصنف حالك؟ كيف بتقيم يلي وصلت له اليوم بهالمرحله؟ اذا ما نحكي من البرنامج اللي انا طلعت منه ستار اكاديمي، بصنف حالي مسابر ناجح. لانه اذا بدك تعد كم جيل طلع وكم كم مشترك كم تلميذ طلع من هذا البرنامج، بتعد فوق ال 250 فنان او من غير برامج من نفس الكونسبت. يعني ما نهيني انك تطلع من برنامج هواة انت على التي في قدام العالم اسبوعيا او مثل ستار اكاديمي يوميا 24 ساعه قدام العالم، شوي تختفي. فالقوه انك تضلك مسابر، تضلك موجود، تقدر تتحدى كل الصعوبات، الفن والزواريب اللي والطبات اللي بتواجهها، وتضلك موجود قدام الناس ناجح محترم بعد 10 سنين ما يكون عليك كلمه عاطله. هذه اهم شغله عندي انا. بعرف قد ايه بتحرص على هذا الموضوع ورح اتوقف عنده. دائما بحساباتك لما تكون عم تاخذ اي قرار بتعاون مع شركه انتاج، بانك تروح للتمثيل، انك تقدم سنجل، ينطرح عليك حفلات، دائما ما بتساوم. وهي شغله اصريت عليها بالمقدمه لان بعرف قديشك عنيد بهذا الموضوع. صح. وقد ايه دائما كان عندك هيدي الرؤيه اللي بدك توصلها دائما انه ما حدا له كلمه لو عم ميشيل أزي. قد ايه في صعوبه وقد ايه خسرت لحتى قدرت تحافظ على هالعدم مساواه، خليني اقول مساومه؟ خسرت وقت، خسرت وقت كثير. كان فيني انا احقق اللي عم بحققه اليوم من وقت كثير قديم، بس ربحت ميشيل أزي الانسان قبل الفنان، ربحت ميشيل أزي اللي انا عليه، اللي مربى من ام وبي ربوني مثل ما انا هلا بفتخر بتربيتي. ف بعتقد انه اليوم مش مهم انه انا اعمل نجم
كسر العالم العربي بوقت كتير سريع، واخسر كتير من قيمي واخلاقي وكرامتي ومكانتي عند الناس اللي حوالي، مش بس عند الناس اللي على الشاشه. لانه بين هي رح اقولها لاول مره بحياتي، بين الفنان والشاشه في هالمسافه، وانا الشاشه هون في هالمسافه فيها شويه كذب، هي ما بعرف اعملها انا. ما فيك تقلي ما في حاجز بين الفنان والكاميرا، في حاجز كتير كبير. هذا الشيء اللي انا ما بعرف. هل انت مثالي؟ ماني مثالي، انا بالعكس، انا اكثر انسان عندي اغلاط، وانا بخبرك الاغلاط اللي عملتها من 10 سنين لليوم اكبر اغلاطي هي ما بعرف اتعامل مع الناس. سوري، ما بعرف نقي الناس اللي بدي اتعامل انا وياها. يعني انا كل الناس بسرعه بوصل لانه مفكر انه كل الناس مثلي، كل الناس صادقه. انا بقول لك اياها، انه انا من اول نهار اشتغلت بحياتي لنهار اللي بموت، وهذا عهد من هلا لا بموت، انه انا فيك تشتغل معي بدون كونترا، بدون ورقه، بدون كلمه على ورقه. فيك تشتغل معي بلسانك، بالكلمه اللي بتقولها، بالهاند شيكينج. يعني معلش بدي فوت بكثير تفاصيل، انا بس انت فيك تشتغل مع هيك ناس، بلا مع ناس تانيين، خليني اقول ما بقى فيني بلا ما يكون في كونترا، وبلا هلا ما يكون في سكينه على الورقه، مش قلم. خلص تعلم بعد 10 سنين حلي اتعلم. ما حدا صدق معي، ما حدا قالوا علي ليره، وما حدا كيف بدنا نقولها حتى ما ناذي كثير، قولها مثل ما هي. ما حدا ساعد ميشيل قزي، ما حدا مشي مع ميشيل قزي، في انا، في والدي باول الطريق. عندك عتب على كل يلي مروا من شركات او اشخاص او ناس ادعوا انه بدهم يستغلوا ميشيل قزي؟ واستغلال هون خليني اوضح من ناحيه الفن، يعني تنحكي الاشياء مثل ما هي لانه كثير واضحه، مش ضروري انا اقولها بس نذكر فيها. شاب كثير حلو، جمال، كاريزما، صوت اكثر من رائع، باحساسك بتجيد اللون اللي بدك اياه، فعنده الاتو ميشيل لحتى نستغله برودكت، يقدم لنا البوم، اغنيه، مسلسل، شو ما كان، لحتى نبيع ونطلع مصاري. عم نحكي هون بزنس. برجع بقول لك الغلط مش منهم هني، الغلط مني انا. ما اليوم لما انا كثير بدي احكي بالدارج لانه ما بعرف اوصل كلامي، ما بعرف احكي بالنحوي لحتى ابين مثالي. اليوم كلبك اذا بتعيط له ما بيرد عليك، بدك تعطيه عظمه ليجي، مزبوط 100%. هي بتختصر بالعربي المشبرح. يعني ميشيل اليوم الاغاني الرومانسيه، الاغاني الطربيه الجبليه اللي اشتهرت فيها، اللون اختارك او انت حسيت الناس حبتك بهالمكان اكثر؟ بتشوف نبض الشارع، نبض الفيدباك يلي بتلمسه من العالم اللي بتلتقي فيهم، اللي ما عندهم مصلحه، اللي بس التقوا فيك بيقولوا لك حبينا، حلوه هالغنيه، كيف بتشتغل؟ هلا عم نحكي عن والي صح؟ اكيد. لاول مره انا بكون عم بغني هذا الستايل، الدانس اذا بدك، التوزيع الاجنبي. حسيت انه انا كثير مقصر على مواقع التواصل الاجتماعي. السوشيال ميديا تبعي بعيد عنها، كنت ما بعرف اتعامل مع السوشيال ميديا، ما بعرف كذب ورا الشاشه لاجيب فولوور، مش انا ما بعرف اعمله. فولوورز تبعي انا بحياتي الشخصيه، ما بدي اسميهم فولوورز، يعني قصدي محيطيني بحياتي الشخصية. هاي بعرف اتعامل مع الناس، يعني فيس تو فيس، وان تو وان. ما بعرف انا اضحك على الناس بستوري، ما بعرف فرجي اشياء. معلش بدي انتقد كثير ناس، انا ما بعرف صور صحن الاكل وفرجيه للناس، بغض النظر سوري اذا انت بتعملها، سوري عن مين ما كان بيعملها، عيب تصور. هي في طريقه كيف تنعمل او باي، فيك يعني تعملها ان فاني واي، ما بعرف كيف توصلها، بس عيب تصور صحون الاكل وتنزلهم. هيدي لاصحابي بقولها قبل للناس الغرب، عيب في ناس قاعده بلا اكل. هلا مش عم بعمل مثاليات، بس عيب تصور صحن الاكل، عيب صور اجرك ما تصور صحن الاكل. مش هل انت هالقد من الجيل الجديد يلي عنده هالقيم يلي اوقات بنفقدها بمجتمعنا، بالناس يلي من جيلي ومن جيلك يلي بيشبهونا بالتطلع تبعهم، بالرؤيه تبعهم، بمواكبه السوشيال ميديا، مواكبه العصر، شو السلبيات يلي عم ناخذهم من هذا عصر السرعه وعصر
الهمجية يلي عايشين فيها بهذا الإعلام يلي صار كل واحد من كرستو من مكانه لما نسمي أماكن تانية عم يقدر يوصل بده إياه لوين ما كان. كانت المعلومات لتوصلنا كلها لنعرف شو هي الحياة ليصير عمرك 18 سنة. عم توصل لك كل المعلومات عمرك 3 سنين معك آيباد معك آيفون معك ما بعرف شو معك. عم توصل لك كل المعلومات بتكي. بعتقد إنه سرعت الحياة كتير شوي من ناحية إيجابية وكتير من ناحية عاطلة. يعني ما عاد فيك تضبط الأولاد معك ما عاد فيك تضبط المدارس بس من ناحية تانية سهلت الحياة كتير. ما بدنا نقول على طول إنه السوشيال ميديا هلكتنا بالعكس سهلت لنا حياتنا كتير. بس كان لأكمل لك عن غنية والي حسيت إنه أنا خليني أعمل غنية بتشبه السوشيال ميديا بتشبه الشباب والبنات اللي عم يتابعوا السوشيال ميديا بقدر إنه أنا أصدر الغنية عبر السوشيال ميديا ودعمها بالسوشيال ميديا مش بالمواقع التقليدية اللي تعودنا نحن الفنانين ندعم عليها اللي هي راديوات بالسيارات والتيفيات. اليوم بتكب بتفتح تليفونك بتشوف الغنية يعني وانت حر تحبها او ما تحبها. اذا حبيتها بضلك تسمعها ما حبيتها ما بديش ضروري انا اقطش لك راسك فيها على الاذاعه. من 2010 وطلعوا كل السينجلز يلي طلعوا كل الاغنيات كل التعاونات كل الاغاني هيك اي اغنيه قبل ويلي خليني اقول هيك عندها طابع خاص عندك وصولا يعني لا انا عاشق حر. هلا عندي ثلاث اغاني بحبهم ما فيني فرق بيناتهم وحدة. يعني غرامك غرامك عايش فيه كرمال الله ما بقى تبكي ومعك يومين. ليه هو ثلاثة تحديدا؟ غرامك عايش فيه هي البيبي تبعي هي اول غنية عملتها بحياتي طبيعي. ما كنت اعرف غني باستوديو كنت بس حط الهيدفونز قل له ما عم بعرف غني كان صوتي متواضع قدراتي متواضعة بالغنى اكسبيرينس حلوة كانت تفوت على استوديو تشوف الشيء اللي بيعملوه الكبار الفنانين اللي كنت احضرهم بالفيديو كليبات الشيء اللي عشته وقت هالغنية كان حلو نجاحها كان احلى بكتير من بعدها كرمال الله كانت عملت نجاح ساحق ومن وراها بلشت توراتي على امريكا وكندا واستراليا من وقتها صرت طالع 5-6 مرات على كل بلد منهم يعني بعمل تورات كلمات يوسف الحان هيثم زياد مزبوط ومن بعدهم معك يومين كانت اول غنيه كامباك من بعد كان فتره غياب لانه كان عندي مشكله وتعاون مع فارس اسكندر كمان كلمات والحان مزبوط هي كامباك من بعد غياب من وراء احدى شركات الانتاج يلي بيقولوا قمعتني قاعد ما عم بعمل شيء مع الشركه انا بدفع مصاري هني بيقبضوا مصاري مع انه لازم يصير العكس هاي طيبة قلب يعني برجع بقول لك انه حق علي يعني طيبة القلب تبعي ما خلتني اكون قاسي واحصل على حقي بقول لكل الناس اللي حوالي هلا انه انا هلا اسد في قدامه قطعه لحمه دار خذ القطعه اذا فيك صرت حدا شوي شرس بحياتي مع كثير خاصه مع المقربين مني لانه بدي اعوض اللي خسرته انا بعشر سنين خسرته قبل رح نحكي على كل حال عن التعاونات الانتاجيه يلي وصلتك لحتى اليوم تكون عم تنتج لحالك بدي ارجع اتوقف عند نجاح قبل ما نفوت على البريك ونحكي كمان بالتفاصيل عن والي عن الميوزك فيديو اكيد نشاركهم مع المشاهدين انا عاشق حر بال 2017 لما نزلت على انغامي حصدت بيوم واحد اول ما نزلت ما يقارب 12,000 استماع من اول ريليس لها وكان اكثر بكثير تصاعدي لمست من خلالها قد ايه السوشيال ميديا قادره تكون سهم هالقد بيطلع لفوق قلت لك اياها يعني من ورا والي عرفت شو هو السوشيال ميديا اكثر وصرت اتحمس انه انا لا اكون مشارك بالسوشيال ميديا بس اشياء طبيعيه بتشبهني مثل ما قلنا قبل شوي يعني بالنسبه لعاشق حر انا بقول انه هاي الغنيه ما اعطيتها حقها ما كنت بوقت وظرف يسمح لي اني اعطيها حقها هاي الغنيه بس كانت هيت وبعدها هيت ايه حرام يعني غير اغنيه ما صورناها كليب كان فينا نوصل فكره عاشق حر لانه مثلا في ناس فهمتها سوري في ناس فهمت انه الغنيه انه انا بدي اكون معك وبدي اكون مع غير بنات لا هي مش معناها هيك الخبريه انا عاشق انا بحبك بس انا حر وانت حره ماني سجين ما تكوني بالعلاقه بحبس هيك الفكره يعني خليني اقدر مع شاعر مارون روحانا بالعكس يعني مشان هيك العالم يمكن
ضاعت اول ما سمعتها، بس لما بتسمعها مره واثنين وثلاثه وصلن المعنى. وقبل ما نفوت على اول بريك، من بعده رح نحكي انتاج، رح نحكي عن ويلي بكل التفاصيل، رح نحكي عن التحضيرات، وبدي اشوف انت وين من التمثيل، علما انه كان عندك محطات، بس اليوم انت ماده قادره تكون جاذب، وبعرف قد ايه العروضات عم تجي، بس انت عم بتبعد لما نقول غير كلمه. قبل ما نفوت على البريك رح نروح لأنا عاشق حر، نسمعها نتشاركها مع المشاهدين من سهرة عمر، نعطيها حقها بختام هيدي الفقره. بريك ونرجع من بعده نتابع مشاهدينا نحن وياكم مع نجمنا بهالليله ميشيل أزي. خليكم معنا. مشاهدينا منتابع سهرتنا نحن وياكم، اكيد عم تتواصلوا معنا من خلال السوشيال ميديا عبر هاشتاغ سهره اندرسكور عمر، وكمان عم ترجعوا تحضروا الحلقه صباح الاحد بتمام الساعه 11 صباحا، ومن خلال يوتيوب عم ترجعوا تابعونا كمان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واكيد عبر الاكونت تبعي @sorshadirisha على تويتر وعلى انستغرام. نجمنا الليله ميشيل أزي، اهلا وسهلا فيك من جديد. معك عم نحتفل بوالي. قبل ما نحكي بالتفاصيل بدي احكي شوي عن الانتاج. اليوم انت وصلت لانتاج خاص من بعد ما كان الانتاج مسند لشركات بالسنوات الاخيره، من بعد ستار اكاديمي. انت من الاشخاص يلي ما كان عندهم الامكانيه يمضوا مع ستار سيستم، يلي كانت عم تمضي مع معظم المتخرجين خلينا نقول من ستار اكاديمي، لانه كان الاتفاق انه مش هي الشركه اللي رح تمضي. لا هي كان هاي السنه اللي انا كنت فيها كانوا وقفوا، كانوا وقفوا هن، كانوا وقفوا. بدأت المسيرة مضيت مع واحدة من الشركات، مع واحدة من الشركات صار خلافات كتير يعني بعيدة عن الفن، كنا عساس فن صرنا بغير شيء كرمال هيك ما بدنا نحكي بالتفاصيل. صار خلاف، فضلت اني انا ضلني فنان ما بدي اشتغل غير شيء انا. رحنا مضينا مع شركة تانية كمان، شركة تانية كانت انتاج يعني كان انتاج شخصي، شخصي فردي شخص كمان ما في مصداقية. الشخص الثالث ما في مصداقية. لما بقول ما في مصداقية لما بقول لك هو ثلاثة، أنا عم بقول عن ثلاثة كذابين، بقول لك خي فيني شيء غلط. خي ليش ما تعمد ما الأيام مسجلة بالتاريخ بهذه هاي الشركة ما عملت وهي ما عملت وهي ما عملت. وصلت لشركة جارودي ميديا، كيف كان التعاون، كيف بتوصفه؟ شركة جارودي ميديا للأسف كمان ما كان في مصداقية، ما صدقوا معي، بس أنا كان خلاف يعني لما افترقنا بالعمل كان في خلاف، بس اليوم نحن احباب وانا بكن له كل احترام. استاذ يوسف جارودي هذا حبيب قلبي، اذا بدك فيني اقول عنه البي الثاني، لانه على الصعيد الشخصي بحبه كثير. بس على صعيد العمل اختلفتوا، ما كان في يعني توافق اليوم بالعمل. انا لما بقول لك انت عندك تصوير ثلاث حلقات بالجمعه، ما فيك تصور لي حلقة بالجمعة أو ما تصور ولا حلقة. لما بتقلي عندك ألبوم كل سنة ما فيك ما تعمل ولا غنية بالسنة. 99 Productions من بعدها صدقوا بالتعاون والإنتاج. 99 ما كانوا إنتاج، كان إدارة أعمال بس. كان فقط إدارة بس أعمال، لأنه كنت أنا إنتاج وهني إدارة أعمال. كان في ببعض الأحيان هيدا اللغط يلي أوقات كنا نحس إنه لا هيدا إنتاج عم بيكون، فكانت بس محصورة بإدارة الأعمال. لا 99 برودكشن هي الكلمة برودكشن اللي بتحيرك. أوكي. سو كان إنتاجك الخاص. هي إدارة أعمال، إنتاجي أنا وهلا إنتاجي أنا. وانفصلتوا وحتى بقيت بإنتاجك الخاص هلا. ما انفصلنا، خلص العقد. خلص العقد، انفصلتوا وخلص العقد يعني. كان فينا نجدد، أنا فضلت إنه أنا و99 فضلنا باتفاق إنه. طبعًا. أنا بفكر شيء بفكروا شيء، بس أحباب. يعني ما في اي مشكله طبعا، وهيدي السمات اللي دائما بتحطها بالعمل ميشيل لحد ما وصلت اليوم بالميوزك فيديو بالريليس بالسوشيال ميديا باز يلي عملتها، الاطلاق يلي صار من اسبوعين لويلي، حطيت هاللوك يلي اول شيء بيشبهك انت، يعني انت حدا بايكر، حبيت انك تشاركه مع الناس كمان هذا اليونج لوك الشاب. صح. يلي عنده الابيل لحتى يجذب بنفس الوقت يقدم اغنيه ويعمل ضجه على السوشيال ميديا. كيف اشتغلت تفاصيل هالعمل لحتى توصل للناس من خلاله؟ وقلت ما بدك توصل من خلال الوسائل التقليديه يعني التلفزيون وما شابه، بدك توصل من خلال السوشيال ميديا. اللي يعني اذا بتشوف الميني كليب اللي عملناه بتشوفه انه هو خارج سوشيال ميديا، بيشبه المواقع التواصل. قلت انا
بدي اجرب انه اعمل شيء زيح عن الروتين اللي نحن معودين عليه، ان كان من الغنيه ان كان من طريقه التصوير. ما بدي صور هذا الكليب هو ذاته بضرب الكبايه، بتوقع الكبايه، بتنكسر، بتخانق انا واللي بحبها الى اخره. حبيت انه اعمل شيء يفرجي انا بايكر، بحب عندي هذه الهوايه، هذه رياضه بلتزم فيها ضمن قوانينها وقوانين السير وقوانين السلامه والى اخره. حبيت فرجي شيء انا بعمله بيومي. من كلمات والحان توني الاسمر، توزيع كارينا عيد، صح، عطيو هيدا اليوم، تصوير سامي عزوري كمان اكيد، تصوير سامي يعني له فضل كثير كبير انه بأقل من نهار قدرنا نصور هالمشاهد كلها والصور وبأقل من نهار على الريليز كمان الضجة كانت كتير كبيرة على السوشيال ميديا، حصدت فيوز كتير حلوة وكمان الناس حبت وصارت تلعب الأغنية وتسمع. رح نشاركها بكل تفاصيلها بهذا التيزر يلي انطلق بالأغنية كلها، ويلي بنحضرها بنرجع بنعلق وبنكمل أنا وياك. أكثر من روعة بهذا الريليس السيمبل، خليني أقول يلي اعتمدته هيت بكل معنى الكلمة. البلان من بعد أنه في تعاون حسب ما نحن عارفين، بالله عارفين فيهم شغلتين، هن تعاون مع منير بوعساف وهشام بولس لأغنية، وتعاون آخر مع الكاتب أو الشاعر شوقي نصيف ومن ألحان جوزيف جحا. ايه اغنيتين رح نشوف حسب بأي مراحل هن هلا؟ جاهزين الغنيتين، علينا انه نختار الوقت المناسب والغنية المناسبة لحتى تشوف اي يعني جاهزين يعني حطيت صوتك عليهم بالاستوديو؟ ايه جاهزين اثنيناتهم. العناوين تبعهم تقرر؟ صراحة ما قررت العناوين، بس في وحدة منهم هيك موضوعها مهضوم شوي، يعني يعني هو موضوع اكثر ما هو شعري. مهضوم يعني. مهضوم شوي، بيروق البنت انه بدك تروق شوي، مش ضروري ضلني اقول لك كلام حلو لتكوني مبسوطه. والثانيه باي موضوع؟ رومانس الحزين. رومانس ثاني اوكي. الرومانس الحزين هي من الحان جوزيف جحا، والرومانس المهضوم هي من الحان هشام بولس، بنصنفهم هيك يعني. رح كمان تعتمد نفس طريقة الإطلاق يعني مثل ما عملت بوالي؟ هلا فيني اقول لك شغله، انه انا بمشاورات مع شركة انتاج لأول مرة رح اقولها علنا انه ما رح يكون سهل بالتعاون، عم حط شروطي وعم بحطوا شروطهم لنقرب وجهة النظر، اثنيناتنا متفقين على أسس، إذا الله راد بآخر تشرين الأول نكون ماضيين وهني رح ينتجوا هالأعمال. رح يكون شوي صارم بالصراحة، عليه لو عم بقولها يعني، هني عارفين هذا الموضوع كله، اليوم اللي بده يشتغل بده يكون هو صارم، ما بده يشتغل بيلوفك وبيلف وبيدور وما بيعمل شغله. فمن الاول عندي شروطي اللي بتحميني، مش شروطي لانه انا ما في حدا مثلي بالعالم وانا بدي اشياء كثيره عوّس على المنتج. شو البند يلي بدك اياه اول شيء قبل اي شيء؟ ما بيهمني قد ايه بتعمل لي اغاني، وما بيهمني قد ايه بتعمل لي البومز، وما بيهمني اذا بتصور ولا ما بتصور. شو بهمك؟ بيهمني اذا لم تنفذ بنود العقد يلغى العقد وكأنه لم يكن، يعتبر باطلا هذا العقد. صرت حافظهم هذا المو تكنيك تبع المحامين يعني، في مهله زمنيه معينه. ايه ما في انا انطر لانتهاء العقد بعد 5 6 7 سنين لحتى انا اقول يعني شو بقعد بالبيت بنطر ليخلص العقد، ما بقى فيني اعمل هيك. مين شركه الانتاج؟ لايف ستايل ستوديوز؟ لا شركه جديده. شركه جديده؟ مش لبنانيه. يونيفرسال؟ لا شركة جديدة هوليوود. على كل موفق بكل مخطط بتعمله. في شيء بالمنحة التمثيلي بعرف هيك لحتى نختم مع انه الضوء غمز لنا، في شيء بالتمثيل حتى انك تكون عم بتغني تيتر مسلسل مش بس تكون عم بتمثل، في شيء مواضيع عم تنطرح بهالاطار؟ بكره رايح على استوديو اسمع تيتر مسلسل جديد. ما بعرف شو هو التيتر، بعد مش سامع، بكره رح اسمع لاول مره. بس المسلسل معروف؟ صدقني أو مسلسل جديد؟ صدقني ما بعرف شيء، انا حكيوني وقالوا لي تعا مش كثير بتابع دراما صراحه يعني. ما بعرف شو التفاصيل يعني،
بكره بقرر اذا بحط صوتي ولا لا. وبالنسبه للتمثيل سبق ومثلت مرتين قبل انا، وما عدت لانه انا ما كنت فاضي للتمثيل، وما حسيت انه اتس ذا رايت تايم انه انا اكون عم بعطي وقتي للتمثيل. هلا عم بدرس. في اوفرز جديه بين ايديك؟ في سكريبت؟ في عروضات؟ هلا سوري عم نشوف يعني، بس مش ما ببلش تصويره قبل 6 7 8 اشهر يعني، مأخر يعني على 2019 بربيع 2019 ان شاء الله. ان شاء الله خير. على كل حال ضو غمزولنا فيه، لازم ننقل لزمنيت نرجع شوي بالوقت لورا. تفضل ميشيل. تفضل ماما جاوب. تفضل. الفقرة الثانية هي زمنيت يلي نرجع فيها لورا لعلاقتك مع الوقت. اليوم نحن شباب، نحن بعز العطاء تبعنا، بس ميشيل أزة كيف بيتعاطى مع عنصر الوقت؟ الوقت غدار، تعلمت انه صير انا اخده، اسبق الوقت على طول واخد decisions. اهم شيء الانسان يعرف ياخد decision، القرار ان كان صائب وان كان غلط قد ما فيه جرب يقرب على الصواب يعني، بس ياخد قراره باسرع وقت لانه الوقت كتير عم يقطع بسرعة وعم نحرق من ايامنا. عم نحرق من ايامنا، في كتير ويست عم بتروح، او عم بتحاول قد ما فيك تستفيد وتكون عم تحقق وتعمل شيء، مش بس على صعيد الشغل، على صعيد العلاقات، على صعيد انت الغنى يلي بتضيفه على هالانسان يلي انت خلقان فيه. هلا انسان بحب اعمل علاقات كثيره، وعندي علاقات كثير 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 كثيره، وما عندي مشاكل مع ولا انسان على وجه الارض، واحد بس زي ما كان احد المنتجين يعني. بجرب قد ما في اعطي وقت لكل شيء بحياتي، خاصة انه انا مش بس ميشيل الفنان، انا ميشيل البزنس مان، عندي بزنس لإلي بعيد عن الفن ويلي هو الجيم تبعي، وعندي يلي هو الكلاب الريستو كلاب يلي فتحته جديد كمان سسنا. فبستفيد من كل دقيقة معي اياها بنهاري لحتى اكون منتج قد ما فيني، لحتى أمن مستقبل حلو لإلي ولا توبي عائلتي. ما بعرف في شيء جدي؟ لا لا عم تحكي لا 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 توبي ما بعرف يعني. انا هيك عم بحكي لانه انت وقعت حالك، انا ما كيف بدي افوت لا والله ما في شيء جدي ابدا. يلا والله ماشي. ما ليك انا ما بخبي، اذا في دغري بفتخر بحبي انا لشريكة حياتي، بس جديا ما في. من بعد كل هالوقت يلي مرق، شو هيك الصفة الوحدة يلي بتبحث فيها عن شريك، عن البنت يلي بدك تنقيها؟ قبل الشكل والكاركتير القناعة، ثم القناعة. أنت حدا أنوع؟ كثير، مع إنه قادر أحصل على اللي بدي إياه، بس أنا أنوع، من هيك مبسوط بحياتي. بس ما كنت أنوع أنت وصغير، كنت تضلك تبكي، وقد ما كنت تبكي كانت أمك تبكي. صح. من ورا ما قد كنت قد ما انت كنت تبكي. كنت بيقولوا غنوج يعني، ما بتذكرهم انا يعني، بتغنج كثير بدي ابكي لحتى اخذ اتنشن. هلا بعدني بحب اخذ اتنشن بس ما ببكي، بعمل غير شيء. بس لا عن جد عندي القناعه يعني. ليك برجع بقول لك هيدي الكلمه بسمعها من امي من انا عمري 10 سنين. اوف. وتعلمت انه هي كانت تقول لي هالكلمه صح. القناعه بكل شيء، القناعة هي أكبر كنز بيملكه الإنسان. هذا لأنه ما كانت تعطيك كل يلي كنت تطلبه أنت وصغير، علما أنه كانت قادرة تعطيك يلي بدها إياه. كانت تعطيني 5000 ليرة بالجمعة. كانت هي اللي روضتك وعلمتك على هالقناعة يلي عم تحكي عنها. صح. اف. صح صح. بتربي بنفس الطريقة بكره أولادك؟ يمكن أقسى كمان. شو 2000 ليرة بالجمعة؟ لا مش ماديا عم بحكي. عم بمزح. مش ماديا. طريقة التعاطي بين الأهل والأولاد، شو المواضيع اللي ممكن تنفتح بين الأهل والأولاد اللي أنا بجرب جربت أعملها أنا وإخواتي هني وعم يكبروا، لأنه أنا الكبير بالعائلة. بعتقد أني مأثر بطريقة تربية أهلي لإلي، بقدر أعمل لها ترانسميشن
لأولادي. أكيد المادة هون تأرجع أوضح شغلة، المادة هي تفصيل كتير صغير، الأساسي اللي عم تحكي عنه يلي هو الأيام يلي هو العيلة يلي هو هيدا الترانزيشن يلي عم تحكي عنه. مثل ما أنتوا رحتوا على أستراليا هربا من ظروف كمان لبنان حرب. بالحرب صحيح، بتفكر بال إذا ما ساءت الأمور، إذا ما يعني إن شاء الله لا أكيد، بس ممكن يكون الهروب أو الفلة أوبشن عندك أو لا؟ هلا أنا بدي هاي ما فيني عمم فيها، لأنه أنا زلمة بغني، لو أني أنا متخرج مهندس شايف حالي زلمة قد الدنيا، مهندس كبير، حكيم كبير، محامي إكس، ما بعرف أي شهادة ممكن تكون بإيدي، لروح أتوظف بمعاشات كتير قليلة، ما بدنا نقول رقم على الهواء لأنه يمكن في ناس تنضقر. اليوم الأرقام اللي عم بيقبضوها الشباب يلي بعمري لا بيفتحوا بيت، لا بيشتروا سيارة، لا بيعلموا أولاد، لا بيعملوا عرس، ما بيعملوا مستقبل، ما بيعملوا مستقبل. للأسف للأسف أنا أكره شيء على قلبي هو أنه أنا أترك لبنان، مش لأنه تراب الأرز أغلى من الذهب، تراب الأرز صار بأرخص الأسعار، بس أنا بحبه هالبلد. أنا يمكن برمت العالم، يعني في كتير بلدان ما زرتها، بس برمت معظم بلاد العالم وشفت أنه هيدا البلد كنز معنا، إيه نحن تاركين وسماكة الغبر عليها هالقلب. عطول نحن منلوم مسؤولينا ومنلوم الدولة، بس ما هو نحن الدولة. من خلال هالسنوات كلها ميشيل يلي عشتها لبناني اليوم، من خلال الوطن يلي برمت فيه يلي غنيته يلي نقلته معك لبرا كمان، من خلال أغنياتك، من خلال حضورك، من خلال لبنان يلي بيلمسوه فيك الناس اليوم، شو أكتر شغلة هيك بلبنان بغض النظر شلة السياسة عن جنب، شلة كل أوقات هيدي السلبية يلي كلنا بنوقع فيها وظروف الحياة، إذا أجا حدا من برا شو بتعمل له؟ بتقول له لبنان هيك، لبنان هون، لوين بتاخده؟ لوين بتروح أنت وياه؟ جرب قد ما في ما فرجي المناطق اللي مش مهتمين فيها نظائفيا او نظاميا طرقاتا، بجرب اخده على المناطق الحلوه لخلي له الصوره الحلوه عن لبنان، بجرب سوحه بالمطاعم بالكلابز اللي عنا اياها، بالسيرفيس الحلو اللي عنا اياه، وين بتطلع سمي لي هيك منطقه وحده او اثرات معينه؟ اكيد أو بيروت، اكيد اكيد جبال، اكيد صور، اكيد بعلبك. شو انك دبلوماسي؟ شو بعد في زحله وكسر وين؟ لا خي بس ما بياخذوا على الاوزاعي، يعني ليش دبلوماسي؟ هي قدام العالم كله حرام. الاوزاعي هي منطقه بنص بيروت على شط بحر لبنان، لازم تكون اجمل منطقه بلبنان. اليوم في مبادره باوزفيل عم يعملوها لحتى يلونوا هالمنطقه، لحتى حلو تطلع كمان من هالرتابه، لانه كل لبنان مبادره فرديه، مبادرة مش شعب الفقير، مش شعب الفقير. ميشيل طفولتك اذا بدي ارجع هيك لورا، شو الصوره اللي علقانه فيها بذهنك؟ كيف بتلخصها؟ في ناس بتعلق طفولتهم من خلال ريحة معينة بس يشموها، من خلال بيت ستهم يمكن بس يطلعوا عليه، أو طريق كانوا يلعبوا فيها. شو هيك، شو المشهد أو الصورة أو الحدث يلي علقان براسك؟ هيدا طفولتك كيف كانت؟ شرحت عزفت كنت ضل مجروح وعندي عطول عندي إصابات، يعني ما بنعرفك أشقر أنت وصغير. لا أنا كنت أصفر أنا وصغير. بكل شيء كنت اعمله عندي، يعني اذا بعدلك كسورات بجسمي ما بينعدوا. كنت شقي هالقد؟ مش شقي، ما عندي بعرف شو الكلمه بس مش جاي على بالي، يعني شو بقولوا اهوج بكل شيء بعمله بحياتي. يعني انا حتى ببيت اهلي مثلا كانوا يعني يعرفوا بتتحمس اسرع واكثر من اللزوم كثير. انا كنت مثلا بروفيشنال باسكتبول بلاير، كنت ضل مكسر، عندي كسورات مش طبيعيه، يعني اذا بخبرك كيف بيوجعك قلبك هلا. بالفوتبول، بالبسيكلات، بال على الموتور قالب مره انا وخيي، بكل شيء عملته بحياتي كثير في عندي اليوم صرت اهدى اروق. ايه صرت بفوت على الباب بسكر الباب على اهلي، مش
كنت واعي. لا لا كنت فوت واطبش الباب ما انتبه واطبش يعني كب المفاتيح وصوت صباطي وصوت المفاتيح وصوت توع الدنيا كلها بالبيت ما راي. ماني ما عندي هداوي بتصرفاتي. الحال مش بس بقلب البيت، كمان الجيران وبنت الجيران كانت تعيش هاي الضجه كلها على سطل الحليب والدربكة عليه. رح نحكي بالموضوع ولكن بعد البريك. اسمح لي نفوت على فاصل تاني ميشيل بحلقتنا. مشاهدينا تابعونا من بعد الفاصل، بعدنا بسهرة عمر مع نجمنا ميشيل أزي. متابع مشاهدينا نحن وياكم سهرة عمر مع نجمنا ميشيل أزي، بعدنا بزمنات ميشيل. نرجع لورا لطفولة، كيف كانت هيك تجذب الأنظار على دربك على سطل الحليب؟ هذا أول حب تتذكر اسمه وشكله حب شو بيقولوا له؟ الحب شو عذري طفولة بريء بيكفيني كان بس إنه نزلت لعنا وأكلنا كورن فليكس سوا يعني بس مش اكثر. بس كيف لحتى كنت كان عندي حجه انه تعال ننزل ندق على الدربكه سوا. يا سطل الحليب يا بعدين تطورنا صرنا بمرحله انه هي عندها الطبله تبعها وانا عندي الطبله تبعي. كمان بتطبل كنا ايه ف مش انت هي هي ايه وراي هي كمان صار عندها حجه انه بدها تتعلم الطبله لانه بدها يعني شعور متبادل بتطبلوا يعني. سوا ايه هلا بقي حب طفولي وبعدين هلا صرنا صرت بالمدرسة الأصحاب بعدكم يعني. اصدقاء لهلا كثير ايه وغنيت بعرسها من شيء 4-5 سنين اف حلو ايه وطبلنا انا وياها بعرسها. شو بتحمل هيدي العلاقات ميشيل الصغيره يلي بنحملها معنا؟ يعني بتامن بالصداقه بين البنت والشاب؟ اكيد عندي صداقات كثير انا يعني. نسائيه ليش لا يعني عم بسأل لأنه في كتير ناس ما بيأمنوا، في كتير ناس بيخونوا بهذا الموضوع إنه في لها غطاء معين بيكون. لا 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 مش مزبوط يعني مثل ما واحد بيكون عنده شاب رفيق وعندي بنت رفيقتي يعني ليش لا يعني في مواضيع فيك تحكيها مع البنت ما فيك تحكيها مع الشاب وبتفهمك فيها أكتر والبنت تقدر تكون صحبة مع الشاب أكتر لأنه بتحس فيه أكتر من صديقه. تعرف المرأة بتحس أكتر بكل شيء، كتلة احساس. ايه سبحان الله يعني. معلمة الفرنساوة كمان كانت كتلة احساس بالمدرسة. معلمة الفرنساوة اللي كنت مغروم فيها. مين مخبره؟ انت مخبر. هيدي صدقني انا ما بعرف انه حدا بيعرفها. عم بنبش على المتهم بالاستوديو. انا مفكر انه بس المتهم انا المتهم مش بالاستوديو. مش بالاستوديو. انا مفكر انه انا لحالي بعرفها. طلعنا نحن بنعرفها كمان. ايه ما عندي كتير ذكريات عن الموضوع بس بتذكر كنت ضلني شارد بصفة و موضوع ازعر شوي بلاي خلص. قد ايه كان عمرك؟ شي 13. خلص ايه وصل لحقي. ميشيل انت وصغير كنت ما تحب حالك انك اشقر، بعدك اليوم بتفضل تكون اسمر؟ لا لا او لا لا بالعكس او هيدي كانت هيك بالطفوله الواحد اوقات ما بيكون. شو اللي كان يزعجك؟ كنت كثير شو بيقولوا تعرض للتغنيج للكلام الحلو يعني يقبرني جمالك ما بعرف شو كان ابشع شيء عندي بالحياه اني اسمع هذا الكلام. يجي حدا يقرب ويغني ما بطيء كنت وما حدا يقرب يبوسني على خدي بقرف قرف مش طبيعي. ف وتطلع بحالي على المرايه ما بحب شكلي، كنت كثير ما بحب شكلي يعني حتى بتذكر انه باكي كذا مره انه انا ما بحب شكلي. اف لحديت اي عمر؟ لحتى ما بلشت تحس انه لا والله انا شاب وجقل و لحد ما زبطة. لحد العمر ال 14 كنت أول مرة بحكي مع بنت كنت بتذكر إنه شو هيدا الكل بتطلع فيي وكل البنات الدنياني وبتخانقوا مع بعض وغيرانين منها هي بتخانقوا مع بعض ويجوا يتخانقوا معها ويخبروها كلام بلشت هون أحس إنه لا في شيء وبوقتها هي اللي بادرت وقربت وحكيت و مظبوط عرضك حياة أمي منين بتعرفها؟ عيب
مظبوط. انت خجول بطبعك ميشيل؟ ايه يعني هلا اخر فتره يعني الي شي سنه عم بجرب اشتغل انه ما اكون خجول او انه ما بين هذا الشيء. هي بلا ما انا احس انه انا جواتي من طبعي طب في عندي خجل يعني. فايه هيدي البنت هي اللي اجت حكتني وهيك ما في خبرك صار نصيب. ميشيل الواحد لما يكبر لما يعمل خيارات وعملت دراسه اعمال رجعت كمان كان في تركيز على موضوع الفن من خلال ستار اكاديمي، كيف بتقيم تجربه ستار اكاديمي؟ يمكن هي اهم تجربه عملتها بحياتي، اهم فتره كانت بحياتي لانه كانت نقطه تحول. كنت ميشيل يلي هو يا بده يكون طيارجي يا بده يكون رجل اعمال. كنت حس انه قادر اعمل بزنس انا لانه قبل ما بس انت فت مرتين على ستار اكاديمي هالناس ما بيعرفوها. قدمت مره ما قدمت سوري نزلت على ستار اكاديمي ونطرت كثير وزهقت وشفت واحد طالع عم يبكي. قلت لهم لاصحابك انه انت انقبلت بستار اكاديمي. كنت اخذت اذن من المدرسه وفليت يعني كنت كان عمرك 17 سنه. كان عمري 16. نزلت قدمت شو بتعمل؟ قالوا لي بدك ترقص وتغني. انا بدي ارقص فليت بعد شي ثلاث ساعات ناطره يعني الاف العالم ناطره. طلعت خبرتهم بالمدرسه انه انا انقبلت. كنت حب اعمل دروب كثير عملوا لي مهرجان وحملوني على الكتاف وشال أزي من مدرستنا فايت. هي اول مره اللي كانت بعد عارف كيف بدي اقول لهم انه انا مش مقبول. هي اول مره وانا كنت ما قدمت يعني رجعت اضطريت اقدم مره ثانيه لتظبط الوضع. على كل حال اهم المحطه بتحن لفتره ستار اكاديمي بتحب. رح نشوف سوا مع انه فتره صعبه كثير. رح نشوف سوا. هذا ريبورت للامانه ببرايم النهائيات من ستار اكاديمي. كل الحقوق محفوظه ولانه علم رجعنا حطيناه بالزمانات حقوقه محفوظه كمان لبرنامج ستار اكاديمي. غمز لنا الضوء بس رح اختم بسؤال عن هالموضوع. شو بتحن شو اكتسبت من هالفتره؟ سمي لي شغله وحده اخذتها مع انه كتار الاشياء اللي اخذتهم وشغله كنت تكرهها بهيدي الفتره وقلت يا ريت كان فيي اتخلص منها. شغله اكتسبتها قلت لك هي كانت نقطه تحول لانه خلتني كون حياتي العمليه صارت اسهل. صرت اي بزنس بدي اعمله انا حدا مشهور بقدر وصل البزنس تبعي اسرع. وانا فنان يعني حياتي شوي ما لي رح اسمح لحالي ولا حياتي الماديه اسهل من غيري. هيدي شغله اكتسبتها هينت لي شوي حياتي. الاشياء اللي بندم عليها مش بتندم يعني شغله ما كنت تحبها بفتره ستار اكاديمي هي كانت انه انك مراقب 24 ساعه ما فيك تتحلفظ يعني كانت هالقد تعمل ستريس وضغط على حالك لحتى تضبط تصرفاتك. انا عملت ستريس لدرجه صار عندي رده فعل من جسمي على الستريس ونزلت 17 كيلو وستريس مش طبيعي كان جوا. خنقه وزربه والعالم عم بتراقبك وما فيك تغلط و منا هيني اكيد. ضو غمزنا لحتى ننتقل للفقره الثالثه للاسرار. تفضل على الاخر. تفضل ميشيل. الفقرة الثالثة هي الأسرار يلي هيك منفوت على جوانب على تفاصيل مش دايما منحكي فيها على فراغات هيك بذهن الناس يلي بحبوا النجوم يلي بتابعون مثلك ميشيل بحبوا يعبوا هيك تفاصيل. أوقات بيزعجك موضوع الشهرة إنه الناس عندها حشرية تعرف إذا ميشيل عنده حدا بحياته ميشيل شو بيعمل هيك شو بحب هون بتعرف إشياء مش يلي أنت بتريد إنك تبين لهم إياها. أخذت مني كل شيء كل الخصوصيات الشهرة. ما عندك حياة خاصة. صعب كتير إنك تعيش حياتك الخاصة مثل ما كل الناس بتعيشها لأنك مراقب لأنك وين ما بدك تفوت. وأنا حدا
مثل ما قلنا خجول، بستحي لما احس اني انا فايت على مطرح والناس عم تتطلع. اذا ماني بحفله، اذا انا بحفله انا هذا المسرح هو العرش تبعي، فايت هذا الملعب تبعك، الملعب تبعي. بستحي لما بحس انه الناس عم تتطلع، بستحي. مش هو في ناس بتحبها تتطلع على اللي رقبته، منا هيني. وخاصه اذا بدك تاكل قدام الناس انت عم تلعوس، حس حالك مراقب لك هيك عم بتطلع فيك انه كيف بيلعوس. مسحت امه. بقى صار معك شي موقف معين زعجك بهالموضوع؟ يعني حسيت حالك مراقب لدرجه انه طلعت من حالك انه خلص او فليت؟ أو اول نهار طلعت من ستار اكاديمي. اف، يعني عم تحكي عن الابوجي، يمكن عن البيك تبع الفتره النجوميه. ايه فتره ايه الضجه يلي الواحد ممكن ياخذها دغري من بعد طلعت الاكاديمي. كنت نازل عندي اجتماع بالاشرفيه وكنت ما معي سياره، وكل اللي بملكه هو شيء 100 دولار، ما معي اكثر من هيك. واخذ سياره بيي، هي جيب صغير. بيي علي رح احكي حسب الحاله، احكي انه كل شيء بهمه بحياته انه شو هي السياره اللي بده يشتريها لانه يطلع فيها على الصيد. ما بهمه سيارات، يعني السياره اللي انا فيها جدا متواضعه. بصف لحتى انزل على اجتماعي، بتقطع مره بتعمل لي هيك طلعت فيها. قلت لي لحقت؟ قلت لها شو مدام؟ قلت لي لحقت، ما قال لك يومين بتغني صار معك جيب؟ قديه مزعجه الخبريه انه قلت لها مدام هذا ارخص جيب بالعالم يمكن، ومنه لالي، مش لالي، هذا للوالد. ايه بس انه جيب يعني، وفلت. اف، كثير زعجتني، ضايقك هالموضوع كثير. كان عندي مكتب اجار سيارات. عم بحكيك باشياء العالم تتطلع فيها بتزعجك لانك انت حدا معروف. كان عندي مكتب اجار سيارات، فعندي عدد من السيارات، السيارات الكتير فخمه، السيارات المتواضعه العمليه اكثر. السيارات كلها عم تشتغل مأجره، وكانت روتيشن، كنت تسوق منها يمكن انت. مزبوط، معوضين علي العالم انه معي السياره او هالسياره. مثلا فالي باركينج بمحل فلاني شايفني قبل، تنقول بجيب كبير فخم لما نعمل دعايه شوي. هونيك مره ما في سيارات، في سياره صغيره سقطها، رحت بدنا نوصل. قال لي شو استاذ ميشيل ايامك لورا؟ ايه طلعت، قلت له ايه والله للاسف. شو بدك ترد عليه؟ اف، ان كان انت في اشي ما فينا نحكيها على الهوا، بلبسك بدك تضلك، ما فيك تكون مرتاح. ما فيني اظهر بالشورت ومثل ما كل الناس تظهر مرتاحه بالمشايه. ليش لا؟ ما فيك يا حني، برا بنشوفهم الباباراتزي بيلحقوهم برا، وحتى شو بينقصنا لنكون مثل برا؟ هون بينقصنا وعي هالقد بكل شيء بنعمله بحياتنا نحن العرب. بتعرف بدي اقول شغله كنت بدي اقول لك اياها هونيك ما قلتها؟ شو قلي؟ عندي حلم. شو هو؟ يا ريت بفقسي وحده بقدر خلي كل الشعب اللبناني يعمل 3 سفرات. لوين؟ اوروبا، استراليا، امريكا، نهار بنهار بنهار، ويرجعوا ال4 مليون على لبنان. نقدر ساعتها نصنع بلد. انا تعلمت كيف لازم يكون البلد لما صرت عم سافر، لما بشوف احترام الدوله لشعبها، لما بشوف احترام الشعب للشعب، لما بشوف النظام، لما بشوف اذا واحد بشيل سيجارته بينقفها برات السياره كيف يركض وراه 300 واحد كانه قاتل حدا. لا نحن هون ما بكبوا دخان من السياره، بجمعوا زباله مثل ما هي، كيس صغير هيك ما قضيت على الزباله للاسف. فبالنسبه لحياة الشهره، ايه اخذت مني كثير. قد ايه هيدي الحياه في مقابله بالبيت، حياه مع اهل، مع ناس هالقد معلق فيهم، هالقد بتكرمهم، بترد لهم هيدا الجميل يلي ربوك فيه عن التربيه، عم بحكي هالكنز يلي عطوك اياه بهالشخصيه يلي انت فيها، وتفصيل كثير صغير يمكن البعض ما بيتوقف عنده، بس انت بحفل اطلاق الاغنيه، انا مزبوط ما كنت، بس كل العالم حكيت بشغله وحده انه انت ما قبلت قص الجاتو الا ما
ما قربوا أهلك وحطوا إيدهم على السكين وكانوا صح إلى جانبك. هذا تفصيل صغير ولكن كبير. ليك أنا بقول شغلة عن جد أنه بطلب من الله على طول يعطيني الوعي الكافي أني ضلني أعرف كيف بدي أعامل أهلي من هلأ لآخرتهم، ويعطيني المقدرة المادية والجسدية أنه ضلني قادر وقف حد أهلي، لأنه بعتقد أنه نحن لو شو ما عملنا بحياتنا ما بنقدر نكافي أهلنا لا ماديا ولا معنويا. هلأ إن شاء الله ما تنسى هذا الوعد لأنه أنت بتنسى كتير. على كل حال يعني إن شاء الله ما يكون في أصحاب وعدهم تمرق تاخدهم وتركهم على الطريق مشردين هلأ بالليل. على كل حال رح نفوت على فاصل تالت. الله خليلك أهلك أكيد وتحية لقلهم، الله يطول بعمرهم ويضلهم فوق راسك ميشيل. رح نفوت على بريك تالت وأخير بحلقتنا، من بعده رح نحكي تفاصيل إلها علاقة بإنت شو بتحب وكيف بتتصرف بأصدقائك بالعائلة. بريك تالت مشاهدينا ونرجع نحن وياكم مع نجمنا بهالحلقة ميشيل أزي. نحن وياكم مشاهدينا سهرة عمر بالقسم الأخير مع النجم ميشيل أزي احتفالا بوالي. والي من الشخصية يلي دايما بتفرضها وين ما رحت، الاحترام يلي كل الصحافة كل الناس كل بالوسط الفني عندهم إياه تجاهك، وهيدي قليل يلي قادرين يعطوها بهيدا الوسط. فشكرا إنه بعد في ناس مثلك ميشيل عندهم احترام لذاتهم وللمهنة تبعهم. وانطلاقا من هيدا الاحترام يلي عم بحكي فيه، انت انسان هالقد ملتزم، هالقد انسان جدي، هالقد انسان كمان مؤمن، خليني اقول حتى انه احد اصدقائك بقيت باخذ ورد لحتى قنعته يرجع للايمان يرجع لربه. كيف؟ صح، هو هيدا اعز الاصدقاء عندي، هو شريكي كمان بالبزنس. انا مع التوافق بكل شيء بالحياه، ما حلو تكون ابدا ما عندك ايمان بربك، وما حلو تكون كثير ما عندك شغله وعامله بحياتك الا ربك. في عندك برايورتيز بالحياه، فيك تحط ربك نمبر 1، بس في حلو يكون عندك شيء نمبر 2 نمبر 3 بالحياه. هالشخص ما رح اسمح لحالي اقول اسمه، يمكن هو بحب، كان بعيد كليا 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 وكل الاعمال اللي بيصير عندك الشر هين. ما اليوم نحن شغلتين اللي بيردعونا عن عمل الشر، الله والحبس، الله فوق والحبس على الارض. لانه انت صديق هالقد وفي، ولانه انت هالقد بتحترم خصوصيه العالم، بس بعرف هو قد ايه فخور بصداقتك وبيلي عملته معه وبالشراكه اللي بتجمعكم هلا بسسنا. كمان ميشيل جري رزق، مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا فيك بسهره عمر. يعني ميشيل بعرف قد ايه الصداقه اللي بتجمعكم، قد ايه الزماله بالعمل يلي بتربطكم، قد ايه في كثير هيك يعني كومن بيناتكم. بدي احطهم كلهم على جنب ببدايه حديثنا، وبديك تخبرني عن الجانب الاخر من ميشيل يلي الناس ما بتعرفه، الجانب يلي انت ما بتحبه بميشيل ازي، يلي بتقول له يا خيي تعال هون كيف هيك. اول شيء بونسوار لك ولميشيل. مساء الخير جاري، يا هلا. مساء النور. ميشيل صديق وخي وشريك عمر. اللي ما بتعرفه عن ميشيل، اذا بدي احكي شغله هيك شوي طريفه، هي اذا بدك مضحكه مبكيه بذات الوقت. ميشيل عنده مشكله كثير بينسى. شو هي؟ يعني مشكله النسيان. يعني بيصير معنا اوقات قصص بتضحكنا بالمحل. هلا انه كل سبت نوصل لاخر الليل بنكون المحل مش عارفين وين بنقعد العالم، وفي ناس بيوصلوا حاجزين مع ميشيل، بيبقى ناسي طول يعطيني اياها، وقعد كسر راسك اخر الليل لك يا ميشيل كيف بصير يضحك وبصير يضحكني معه، وبالاخر العالم بصيروا قاعدين فوق بعضهم، بس المهم يحضروا ميشيل وبتمرق السهره. بس كل سبت كل سبت ذاك الموضوع. بس انت عندك الحل.
طاولة ستاند باي دايما 100%. انت عندك حل، بتخلي طاولة ستاند باي دايما لحتى تحل له هالمشكلة لميشيل. اكزاكتلي. اي جاري ميشيل، على صعيد الصداقة شل البزنس على جنب، شل العلاقة، يمكن الاصحاب لما يصيروا قراب يفوتوا على البيت بيصيروا جزء من البيت كمان، هيك بكاركتير ميشيل بصفات انت بتحبها فيه، كيف بتشوف ميشيل صديق ميشيل يلي هو الخي كمان؟ ليك ميشيل عن جد يعني بتمنى كل شخص يكون عنده صديق وخي مثل ميشيل، صدقني عم بحكيك اياها من قلبي مش مجامله، يعني شخص كل الصفات الحلوه فيه، حتى الانسان بيبقى اوقات يمكن غلطان معه بيبادر هو على 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 الصلحه معه، خلوق، تفكير حتى بالشغل وبالبزنس عنده افكار حلوه، بيستقتل على شغله، سعيد الشخص يعني ما يعني شو بدي اقول لك، اكثر من 10 سنين كل يوم سوا، ظهراتنا مجيتنا، وفي، محب، مخلص، بيركض على حيلا ديتاي لحتى يشوف الشخص شو عايز شو بده، واكيد حكينا عن تجلي هالصداقه بلحظه الوقفه على الصليب انا وياه، كان بعظم دور، دور المسيح اللي عمله بطريق الجلجله. صحيح، مع الاستاذ عبد المنذر. نعم، تجربه بعتقد تاريخيه ما بتنوصف يعني. وهذا كانت بدايه الصداقه، من اول ما تعرفت وصرت قريب اذا بدك هالقد من ميشيل وصرتوا اصدقاء، تغير شيء فيه؟ أو بعده ميشيل هو هو؟ في هيك صفة واحدة تغيرت؟ صفة واحدة تغيرت؟ صار ينسى أكثر. يمكن كان عنده ردات فعل سريعة أوقات، صرت هيك يجرب قد ما فيي، يمكن هو أخذت منه كثير قصص وأنا جربت بمحل ما يكون ردات فعله سريعة، يروق، يفكر لأنه تفكيره كثير حلو بكل شيء بيعمله، إن كان على مستوى الصداقة وإن كان على مستوى الشغل. ياخذ وقته بالشغله اللي يعملها. ولحتى اختم، نعم تفضل. هيدا على المستوى الصداقه يعني. نعم، جري لحتى اختم صراحه، وانا اكثر شيء قلت له يعني حكينا قبل قديش بحب فيه، قديه هو كمان ابن بيت، قديش هو ابن الله، نعم. ابن كنيسه، قديش عنده الاحترام الرائع لعائلته، ان كان امه، ان كان بيه، ان كان اخواته، كان قرايبينه، ان كان جده، ان كان تته، بنروح بنزورهم بالدموت. حتى يعني بيعطيك مثل صغير، المحل ما افتتحناه غير بوجود الاهل كانوا. نعم، هيدا اول ليله كانت، كنا كثير هيك بس 20 30 شخص بين بعض، مباركه يعني استثنى تبارك اذا بدك بكل شيء اللي عملناه بخلال الاهل حتى. نعم، جري لحتى اختم معك، نعم، باطلاق غنيته جديده ما قبل يقص كيك السيدي والي غير ما يكون ايد امه وبيه على 60. صحيح، هيدا ذكرناها ببدايه اسرار. جري ختاما اذا بدك تقول له شكرا لميشيل ازي على صداقتكم، هيك باختصار شديد ختاما، شكرا على شو؟ عرفته على مرته وعلى شريكه حياته، انا بقول لك. قال لي هيدي مضبوط، قاعدين عاملين عشاء بين بعض، هو اول مره بيشوفها للبنت، نكزني قال لي هي مرتي، قلت له ها، قلت له كل بنات العالم الا هيدي، قال لي ها، ما قلت له حل عني، صوت لي وجهي، انا بعرف لك اخبارك وماضيك، تركني يلي بدي اياه، خشيت اتعرف عليها يعني اوطب علي وحكي هو معاف، هلا عرسهم قريب بعد شي 7 سنين. جاري رزق، شكرا للمداخله، مبروك سلف. كمان شكرا لك والله يديم هالصداقه الحلوه، اهلا وسهلا، ان شاء الله تكون ليلتكم حلوه، وان شاء الله بنشوفك قريبا بالسسنا، الله راد، اكيد اكيد. أوكي. شكرا لك جاري، شكرا يا هلا. هيدا هو جاري، هيدا شريك الصداقه، شريك النجاح، شريك الاجواء الولعانه، شريك الفشل، الجو الحلو والفشل كمان، هذا اللي بدي شلنا سوا بكثير اشي عملناها ونجحتوا سوا، صح، ونجحتوا هيك. هيدي الاجواء الحلوه يلي دائما بتحطها على الستيج، هيدي الطاقه الحلوه يلي حتى عندك بالمكان يلي ما بتبخل فيه على الناس يلي عندك ياهن ضيوف بوجود الكل، من وين بتجيب هاي الطاقه ميشيل؟ اول شيء من ايه اول شيء من عن جد انه من المحبين، ما عم بحكي عن
محبين للفانز، يعني عم بحكي المحبين اللي محاوطيني، القراب، الناس، الناس القريبة مني، مساندين دائما. برجع بقول كمان الفانز المحبين، الفنان ميشيل، من شريكي جيري، من شريكتي زينة الزغزغي، من الأهل، من الأصحاب، من الله. هذه الباكج كلها هيك اللي محاوطتني بتعطيك هالانرجي، بتعطيني هالانرجي لحتى هالقد نكون عم نقدر نبسط الناس بهالمحل اللي عندي او باي حفله بعملها انا بحياتي. ميشيل، الى الفقره الاخيره مع الصحافه ختاما، تفضل. لازمك تكون قاعد على الكرسي. الفقرة الأخيرة ومن خلالها بكون عنا محطة مع الصحافة، بنختم مع نور ليلى الصحافة اللي بناخده باتصال، صديق وصحافة بضل متابع الكل وسباق بكل يلي بيعمله الصحافة عادل سمياس. مساء الخير. مساء الخير شادي عدول، أهلا وسهلا، شو أخبارك؟ أنا صرت ضيف دايما كن، أنا كتير منيح مشتاقلك شادي حبيبي. وأنا كمان شرفتنا بهالحلقة مع ضيفنا النجم ميشيل أزي، تفضل أول سؤال بتطرحه عليه. مونسور ميشيل. هاي عادل حبيب قلبي، كيفك؟ تمام؟ منيح. مش مشتاقلك، مش مشتاقلك عم شوفك. أغنية ويلي يلي كانت إنتاج خاص، أول شيء ليه إنتاج خاص مش مع شركة إنتاج؟ هل لأنه ميشيل تلوع من شركات الإنتاج، أو لأنه شركات الإنتاج اليوم مبتعدة عن ميشيل، يعني شايفة نقطة ضعف معينة بميشيل فسحبت، إذا بدنا نقول إنتاج من ميشيل؟ أنا بس للتوضيح قبل ما تجاوب ميشيل، يمكن عادل لأنه ما كان معنا على الهواء من قبل، ميشيل بصدد مناقشات مع شركة إنتاج، هيك إذا بتحب عادل تسترسل أكثر بسؤالك عن هيدا الموضوع. ما سمعت شادي، أطش الخط. عم بقول ميشيل لأنه أنت ما كنت معنا خلال كل الحلقة على الهواء، ميشيل بمناقشات مع شركة إنتاج، هلا إذا بتحب تسترسل أكثر هيك وتحركش أوتر جيمي أكثر مني بهذا الموضوع، تفضل. يعني أنت اليوم عم تتفاوض مع شركة إنتاج، شو الشروط يلي حطتها وشو الشروط يلي تعلمت من قبل انه اليوم تكون حطتها على شركة الانتاج؟ نحن حكينا فيها باول فكرة بالحلقة، بس رح اختصر لك شوي عادل. انت يعني من اكتر الناس اللي بيعرفوا طيبتي وتساهلي بالعمل خلتني ما اعرف اتعامل مع هالكم شركة او منتج اللي مضيت معهم قبل. المشكلة انه التوك مش من ميشيل اليوم، ميشيل لما انعطى مرة حقه يلي انا اعطيت حقي، انا اعطيت لحالي الحق، برمت العالم، برمت أستراليا وكندا وأمريكا، وهذه شغلة بيحلموا فيها كثير من النجوم اللي بيغنوا بعد ما طلعوا اليوم على ولا بلد من هالبلدين، بيغنوا لوكل بلبنان. أنا صرت بالي بالعالم لما أعطيت حالي حقي، بس ولا شركة إنتاج هي أعطتني حقي. الفضل بالفن هو لميشيل أزي، ومثل ما قلت قبل شوي لشادي هو لوالدي بأول الطريق يلي دعمني ماديا على اكيد، ما عم نحكي بمبالغ كثير كبيره يعني، بس هي ما بنساله اياها بحياتي، هو الانسان الوحيد اللي له علي بحياتي الفنيه وبحياتي الشخصيه. سؤال اخر عادل، تندم ميشيل على بعض الفترات اللي كنت فيها مع مدراء اعمال او منتجين معينين؟ ما سمعت. تندم ميشيل على بعض الفترات اللي كنت فيها مع مدراء اعمال معينين او منتجين معينين؟ أكيد بندم. أنا روحت كتير شركات إنتاج من بين إيدي، وفضلت عليها شركات تانية على أساس أنه هالشركات تانية أحسن، ما يعني بكل بساطة ما كان عندي الخبرة الكافية أني أنا أعرف أختار الناس اللي أشتغل معها. استغلوا هود العالم ميشيل أزي يعني؟ أكيد. استغلوا بمحل معين اسم أكيد أزي. أكيد اليوم أنا بمضي على عقد أنه أنا هذه الشركة بتعمل لي أغنية كذا، بالمقابل أنا بدي أعطيه النسبة من أرباحي. هالشركات كلها كانت تتقاضى أرباحها، وما كانت تعطيني حقي أبدا من الإنتاج. ليه ما توجهت على القضاء ميشيل؟ القضاء للأسف بلبنان وخاصة بالفن بجرك 7-8 سنين بتقعد بالبيت، ما فيك تطلع على مسرح تمسك مايكروفون إلا برضاهن للأسف. ما كنت حابب أنا أتجرجر بالمحاكم، كنت فضل أنه ما أعمل هالإشياء كلها، أنطر ليخلص العقد وأخسر وقت من حياتي. عادد على الجرح.
كرمال هيك ما بقى عندي لعب هلا. يعني اليوم صرت انضج ميشيل نيجان اذا فينا نقول. الشركه اللي كنت عم تحكي عنها واللي عم بيحكي عنها شادي انك عم تتفاوض معها، شو اول الشروط اللي حطيتها؟ يعني هي شروط انتاجيه ماليه؟ حطيت شروط تنفيذيه صعبه تكون من كمان حطت... كمان جاوبته لشادي باول حلقه انه ما كتير بيهمني شو اللي بدهم يقدموا لي اليوم. اللي بده يشتغل اليوم، انت لما بدك تطعمي ابنك ما بتشترط عليه انه بده يطعميك نص بيبروني. تيكبر هالصبي بدك تطعميه كفايته لحتى يكبر. الشركه ايش بدك؟ اللي بدها تقدم لك اللي بدها تشتغل من قلبها، اللي بدها تلتزم بالعمل لحتى تنجح العمل، رح تعطيك هي على قد ما بتشوف الصح. اللي بيهمني اكثر من هذا الشيء هو بند واحد ما كانوا يقبلوا يمضوا مع الشركات اللي قبل، لانه هو اللي بخوف الشركه اللي ما بدها تلتزم. اليوم اللي بده يلتزم بيمضي على انه اذا لم تنفذ احدى بنود هذا العقد يلغى العقد وكانه لم يكن، يعني باطل دون اللجوء الى المحاكم. يعني بتروح عند كاتب العدل بتغزو الورقه وبتمضي، خلصت وخلصت هون. اللي بيقبل بهذا الشرط هو بيكون حدا بده يشتغل، اللي ما بيقبل فضل ضلني لحالي مبسوط ومرتاح، عم بعمل حفلاتي، عم روح عند محبيني، عم غني لهم، عم ينبسطوا فيي وكافيني شرهم. يعني شكرا لك الصحفي عادل سامية. ميشيل مبروك مرة جديدة على وقتي، لأنه كتير حلوة الغنية. مرسي يا حبيب قلبي. والنجاح تبعولها كمان كتير كبير بلبنان، فهذا الشيء بيثبت أنه أنت نجم موجود بقوة على الساحة. لو بتغيب شوي بس لما عم ترجع تنزل أغنية عم تنزلها وتلاقي نجاح. الحمد لله. مرسي يا عادل، مرسي كتير. شكرا لك الصحفي عادل سامية على هالمداخلة. ومع عادل بنكون وصلنا لختام سهرتنا، لختام سهرة عمر. شكرا ميشيل، ألف مبروك ويلي. لوكينج فورورد لكل الأغنيات يلي عم تحضر لهم، الأغنيتين يلي حكينا عنهم، ولكل شيء بتقدمه لأنه بتستاهل كل خير. هيدا بكل اختصار. مرسي كتير لك شادي، وأنا بدي أشكرك لأنه سمحت لي أكون معك الليلة بهالبرنامج الحلو. أنا بهنيك على الفكرة الحلوة. أهم شغلة بالنسبة لي إنه ما في روتين بالحلقة، طويل الحلقة ما بتحس ابدا انه الوقت قطع بسرعة، من ديكور للتاني لأسئلة للإعداد. مش هين الإعداد لأنك تحاور فنان عندك كل هالأسئلة والمعلومات. أنا هذا شيء بيبسطنا. وعلى كل حال أنا مني لحالي، أنا مع فريق عمل كامل متكامل، إن كان بالرجي أو بالستوديو، مشكورين جميعا. وشكرا لأنه الحلقة ناجحة لما يكون كمان الفنان ملتزم وعم بيساعدنا لننجح حلقتنا مثل ميشيل أزة، لأنه النجم هو نجم بأخلاقه أول شيء وبفنه. أنت جامعة اثنين، شكرا لك، موفق بكل شيء، شرفتنا بهالحلقة. مشاهدينا اللقاء بيتجدد مثل كل سبت مع نجوم منحبهم، منحب نسهر معهم بسهرة عمر. إلى اللقاء.